مرة من المرات حصل موقف، وهذا الموقف أنا اتخذت فيه قراري، وبكل أمانة أنا فكرت كثير قبل اتخاذ القرار، لكن سبحان الله هي جات كذا. بعد ما اتخذت القرار هذا جاني شعور تأنيب ضمير، تأنيب تأنيب تأنيب، لدرجة إني جلست فترة طويلة، فترة أكثر من شهرين، ما أقدر أطالع في نفسي في المراية من كثر ما صار الصوت بداخلي يقول أنتي سيئة، أنتي قاسية، أنتي سيئة، أنتي قاسية، أنتي ما عندك دم، أنتي حقيرة، أنتي أنتي، صوت سيء جدا. الله لا يحط أحد في الموقف هذا. بعدها يعني حاولت أخرج من الموضوع، ويعني للأمانة ما خرجت منه تماما، أتكلم عن هذه الفترة، ولكن حصلت لي أمور عجيبة بعد شعوري هذا بتأنيب الضمير. اللي حصل لي إني بعد فترة من الزمن، يعني فترة تقولوا 6 شهور 7 شهور، حصل لي موقف مؤلم بشكل لا تتخيلونه. طيب، وهذا الموقف المؤلم مشابه جدا للموقف اللي حصل قبل، ولكن كنت أنا الضحية. العجيب في الأمر مو هنا، العجيب في الأمر إني أنا لما تجاوزت اكتشفت إني أنا أصلا قراري ما كان خطأ، قراري ما كان خطأ، لكن شعور تأنيب الضمير لوحده كأنه استوجب أني أنا أتعاقب، كأنه حسيت أني أنا قاسية. طيب، قاسية وسيئة وما ترحم ووا من الأفكار هذه اللي تجي مع شعور التأنيب، فبالتالي الإنسان اللي زي كذا لازم يتعاقب. تعاقبت بمجرد أني أنا حسيت بهذا الشعور. عشان كذا أكثر شعور أحذر منه اللي هو فرط تأنيب الضمير، شعور جدا سيء ومدمر، لازم يتعالج في أقرب وقت. الإنسان اللي أنب ضميره هذا إنسان كويس، إنسان صالح، عنده قلب، لكن بحدود. حدود عدد الناس اللي استشرتهم في الموضوع، إذا كنت أنا معي حق أو ما معي حق، لا تتخيلونه. لدرجة إني استشرت حتى محامين، تخيلوا محامين، أنا أكلم المحامي في فلان الفلاني عشان أقول له أنا إيش صار وإيش ما صار، هل أنا يحق لي اتخاذ هذا القرار أو لا، وكلهم بلا استثناء قالوا أصلا لو ما أنك اتخذتي هذا القرار كان بيترتب عليها مشاكل أعظم. يعني أنت أصلا باتخاذ القرار هذا أنت أنقذتي الموقف. يعني لو أنا قلت لكل شخص منكم الحدث اللي حصل معي وأنا إيش القرار اللي اتخذته، كان قلت أصلا هذا القرار لو ما اتخذتيه أنت بتكونين وحدة وحدة، يعني ما في مخ، هذا القرار من الضروري انك انت تتخذينه. لكن ساعتها كان تأنيب الضمير عندي بلغ مني مبلغا عظيما. وبعدها سبحانك ربي حصل لي، يعني كأن الموضوع رد لي، مع اني ما اللي سويته ما هو غلط، لكن فرط شعور التأنيب يخليك انسانة مخطئة. وإذا كنتي إنسانة تعتقدين عن نفسك إنك غلطتي ومخطئة، فمعناها أنتي تستحقين العقاب. وعاد شوفي الأحداث اللي في الحياة هذه كيف راح تسوي بك، إيش راح يصير، فين بيوصل الموضوع، سبحان الله. لذلك أخطر شعور ممكن تحس فيه التأنيب المفرط وليس التأنيب الطبيعي. الإنسان طبيعي يحس بتأنيب الضمير لما يكون عنده قلب، لما يكون يعني قلبه حاضر،
عنده إحساس يخاف الله، يعني يخاف الله، ومو بس يخاف الله، في إنسانية طبيعي جدا. لكن فرط هذا الشعور راح يعني يجلب لك العقاب في الحياة فعلا. فاللي يعاني من هذه المشكلة لازم يعالجها في أقرب وقت ممكن عند أي إنسان فاهم في هذه الأمور.